بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. نادال والاحتراف. نادال بعد ما قلنا قصة إن هو وصل ل 14 سنة بدأ يفكر في الاحتراف. بدأ إن لعب الشهر داخل المنطقة عنده في مايوركا، وبدأ يتفهم في أسبانيا عندهم إنه بقى لعيب كويس ومميز. احترف نادال رسميا في سن ال 15 سنة. وهو عنده 15 سنة شارك في منطقتين في تنظيم الاتحاد الدولي للعبه، اللي احنا عندنا عليه اللي احنا بنقول الاتحاد الدولي للتنس يعني الاي تي اف، في 2002، حيث كان قد بلغ وصل 16 سنه. وصل نادال الى الدور نصف النهائي في بطوله ويلبلدون وهو عنده 16 سنه للناشئين. طبعا لان ويلبلدون في ميزتها بتعمل بطوله تانية للناشئين بكل قبل اللي هو التشارات ولا 14ات لحد 18 سنه في ويلبلدون، هو اشترك فيها فوصل فيها في نصف النهائي في اول مشاركه له باحد البطولات الكبرى. دي كانت اول مشاركه لي في احد البطولات الكبرى بالنسبه للاولاد الصغيرين او للصغار. عندما اصبح في 17 لما وصل 17 سنه بقى هزم نادال المصنف الاول عالميا انذاك روجيه فيدرر. يبقى اذا نادال اول ما وصل 17 سنه ودخل في وبدا يقابل مصنفين قابل روجيه فيدرر وهزم، ودي كانت فتحه الباب الخير والشهره للكابتن نادال للمره الاولى. واصبح ايضا اصغر لاعب يصل الى الدور الثالث في بطوله ويلبلدون منذ بوريس بيكر في سن 18. ساعد نادال المنتخب الاسباني بقى عندهم في الفتره ديت على الفوز بكاس ديفيز عندما هزم الولايات المتحده الامريكيه في ظهور في الثاني في ثاني ظهور ليه بقى. بدا يظهر في اسبانيا ويلعب في كاس ديفيز ويلعب الامريكان، بدات الشهره تمشي مع نادال ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبه في سن 19 سنه. فاز نادال في بطوله فرنسا وعنده 19 سنه، فاز بطوله فرنسا المفتوحه للرجال في المشاركه الاولى، وهو انجاز لم يتحقق منذ 20 سنه. اذا نادال كان ليه رونق محدد وكان ليه طريقه ان هو فعلا سيصبح بطلا، فعلا سيصبح بطلا. شكرا والى اللقاء.